عارف ده ايه بقى؟ ده على الوحده الثانيه بارت 2 ليسونز 3 و4. علي فرج اللي ما يعرفوش يا جماعه، تمام، ده بتاع الاسكواش، بطل العالم في الاسكواش. الاسكواش دي لعبه بتتلعب في اوضه زي دي، اضرب خبط في الحيط، خبط في الحيطه بالكوره، تمام. يعني انا معايا مضرب، اروح خبط الكره في الحيط تنزل على الارض، لازم تطب طبه واحده بس، اه الثاني يلحقها يخبطها في الحيط. وعدرك ما سهله ايه؟ طب ما انا هاجي العبها، اروح انا اخبطها في الحيط، يجي هو يروح اروح مشانكل. طب ما هتتحسب عليا نقطة، ما في حكم بره، بيبقى في حكام بره. علي فرج لاعب الاسكواش المصري حاليا يعتبر كونسيدر نمبر 1، رقم 1 في القايمة بتاع اللعيبة المحترفين. كونسيدر يعتبر ريجوليت، يعني ينظم، جاي من ريجوليشنز، قيود او تنظيمات. ريجاردد يتم النظر اليه، بس دي ريجاردد بتاخد از، يعني ريجاردد از لو عايز تستخدمها. يعني مالك المزرعه بيصر على امتلاك بوز ديري، ديري دي يعني منتجات البان وبيف، لحم بقري في المزرعه، يعني عايز يبقى عنده ايه؟ بقر ولبن. برافو عليك، برافو. هنا يا فندم ده معناه الدواجن، المزرعه، المزرعه اللي بيجي منها اللبن، البيف ولا الدواجن؟ الدجاجه بتبيض. برافو، ده سؤال مهم جدا، الدجاجه بتبيض انما البهايم بتولد، وبالتالي انا عايز اللبن من اللي بيولد. اوكي مستر مدحت، سواق حريص جدا ودايما بيحترم السبيد ليميت اللي هي حدود السرعه في الطرق اللي بيسوق عليها، ريسبكت، يحترم. المبنى ده مش مناسب للمستخدمين الكراسي بعجل لان هو ما فيهوش فاسيلتيز، تسهيلات او مرافق، سوتابل، مناسب او ملائم. رقم 5، في بعض انواع من الورد يا جماعه زي الصن فلاورز، عباد الشمس، بتنمو في الهوت اور هاميد كلايمت، المناخ الحار او الرطب كلايمت. طبعا في ناس تقول لك صايب، هي التربه في منها هوت؟ في هوت وكولد في التربه؟ ما تخش تقول كلام مش كويس، سؤال غلط. 6، بعد بيع المصنع في بعض الموظفين اتعطوا ايه؟ الاوبشن، الاختيار، انهم يتقاعدوا مبكرا، يطلع معاش مبكر، اللي هي الاجابه اوبشن الاولى. 7، قبل ما تبدا البيزنس بتاعك لازم تكون مألوف مع الحكومه، يعني تظبط الامور بتاعتك مع الحكومه، اسمها governments rules، قواعد الحكومه. يعني انا هفتح محل لازم اروح للحكومه اجيب تصاريح ومش عارف وايه وايه وايه، يبكّكوك دم قلبك، يخلوك تبقى عايز ايه ما تفتحش المشروع، تمام. ولما تيجي تكسب وربنا يفتح عليك يبقوا عايزين ياخدوا النص، تمام. دي اسمها الرولز، دي بقى معناها ادوار، ودي بكر، بكر، ودي قضبان سكه حديد، سكه حديد. I don't share your belief، انا لا اشاركك معتقداتك في دور المرأة. كلمة بليف إيمان أو معتقد عكسها إيه؟ داوت، شك. عندي إيمان يبقى عندي شك. هذا القسم من الهايبر ماركت، هايبر ماركت اللي هو السوبر ماركت الكبير، كبير قوي، ده بيبيع 100 برودكتس، منتجات لحمة زي الهوت دوج. يعني هوت دوج؟ هوت دوج، هوت دوج، ما تفضحهماش، هوت دوج، سجق، سجق اللي هو السوسيس، تمام. البرجر، البرجر اللي هي طعميه بس لحمه، تمام. عارف برودكشنز دي معناها انتاج، دي معناها انتاج، تمام. 10،
الخبراء بينصحوا الامهات انهم يحاولوا يخلوا العيال الصغيرين شير ان يشاركوا في الاعمال المنزليه. الاجابه شير. عارف ليه؟ وانت نونا لما كنت بتشارك في الاعمال المنزليه ماما تقول لك رتب دي، تيجي مرتبه تمام، يجي بابا يقعد تقول له لا ما تقعدش انا لسه مرتبه دلوقتي مش عايز حد يقعد. ده معناه ايه؟ ان انت لما تشارك في الحاجه بتحافظ عليها. لما بشارك في الحاجه بحافظ عليها، تمام يا جماعه؟ يو دونت هاف تو باي، مش محتاج تدفع للفلايتس، رحلات الطيران بتاعتك. زي ار انكلودد، هي متضمنه في سعر الاجازه، انكلودد. يعني هي جزء من سعر الاجازه. يعني الاجازه سعرها تدفعته وهي جزء منها رحلات الطيران. ذا ريتش مان، الراجل الغني عمل مجهودات كبيره جدا عشان يبقى ريسبكتد ممبر، يعني عضو محترم في المجتمع. ريسبكتد ممبر. 13 وزاره الماليه، ما هي ذا مينستري اوف فينانس، وزاره الماليه بتقدم نظام جديد للدفع لكل الموظفين بتوع الحكومه اللي هو اسمه البيرول، تمام؟ انتروديوس، قدموا النظام ده. العادات والتقاليد بتاع شم النسيم دي بترجع لايام الفراعنه، يعني يا جماعه الفسيخ والسردين والبصل والحاجات اللي بتخليك تنور بالليل دي، الحاجات دي من ايام الفراعنه، الفراعنه كانوا بياكلوها وبيبعتوا صواريخ على البلاد الاخرى. تمام؟ تخيل انت بتاكل فسيخ وسردين وبصل وبيض مع بعض. ده ايه؟ ده مش صواريخ، دي قنابل. دي قنابل طالعه على الدول الاخرى. واضح؟ فهنا يا ابني دي تراديشن، دي من ايام الفراعنه ساعتها، عادات وتقاليد قديمه جدا. من زمان ايوه. معظم الشركات بتصرف فلوس على التسويق والاعلانات، يا جماعه اسمها سبيند ماني اون. يصرف فلوس على سبيند ماني اون. ده جرامر بقى، اذا كنت انت واخد جرامر او حاجه زي كده مش عارف. التقط الصفه من اللي قدامك، يا جماعه الاسئله دي بتيجي في سنه ثالثه. يعني طلع لي الصفه من دول. عايز اطلع الصفه من دول. انا دايما بشوف جيراني الودودين، الودودين بيجروا بسرعه في النادي القريب من القريه. يبقى فريند اللي هي الصفه. طبعا في اللي مش عارفها يفتكرها حال. لا، الحال بتاعها ايه بقى؟ ان ا فريندلي واي. ان ا فريندلي واي. 17 انا بمشي as fast as I can، بسرعه على قد ما اقدر. I can't walk faster، مش هقدر امشي اسرع من كده. I can't walk faster. 18 دي جمله كوميديه جدا. بيقول لك بعد ثلاث اسابيع من الدراسه، ثلاث اسابيع بس، بدات افهم الانجليزي ماتش بيتر، افضل بكتير. يعني الاول قبل الثلاث اسابيع ما كانش فيه، طب بعد الثلاثه بقى فيه فهم. ماتش بيتر، هي كانت تنفع لو بيتر بس. ما هنا المقارنه ما بين وضعك، وضعك قبل ثلاث اسابيع من دلوقتي ووضعك دلوقتي بعد مرور الثلاث اسابيع. مقارنه بين كام؟ 2. 19 انا شاطر جدا في الطبيخ، بس امي بقى دي بقى ملكه الملوخيه. از ذا كليفرست كوك، اشطر طباخ انا عرفتها. ايفر هنا بتيجي مع صفات التفضيل القصوى. ماما احسن واحده في مصر تعمل ملوخيه ساقطه لتحت اللي هي بتنزلها دي. ستات بتكرر كله. 20 20 if I had ذا كليفرست. خلي بالكم احنا واخدينها ايه؟ يا جماعه مع ايفر انا لازم استخدم زاويه الستين، ومع نيفر بستخدم مقارنه بين اتنين. لو انا اختار ما بين جمال وهاني، جمال وهاني كم واحد دول؟ يبقى جمال از فانيا، اي ار عشان هما اتنين.
21 أسامة قال للدكتور بتاعه إن هو بيشعر بالتعب أكتر وأكتر في الفترة الأخيرة. More and more أكتر وأكتر. 22 أنا بحب أسافر خفيف. عارف يعني إيه أسافر خفيف؟ يعني إيه يا بنتي بحب أسافر خفيف؟ ما خدش شنط معايا. ما أنت هتاخد شنط وكراتين هتعمل زي البيل بواب ساعة المستكاوي ما نصب عليه في القطر. تمام؟ هنا بيقول لك أنا بحب أسافر خفيف. لاجج يعني إيه؟ الأمتعة. كلما كانت الأمتعة قليلة ذا بيتر، كلما كان أفضل. طيب هي مور يعني أكتر، هل ينفع أقول كلما كانت الأمتعة كتير كلما كان أفضل؟ أمال أنت بتقول بحب أسافر خفيف إزاي؟ كلما كانت الأمتعة أقل. طب أنا عندي فيور يعني أقل وليس يعني أقل، بس لاجج الأمتعة اسم لا يعد، أنكاونتبل اسم لا يعد، هتبقى لس. إن فيور بتيجي مع الأسماء التي تعد، لس بتيجي مع الأسماء التي إيه؟ لا تعد. إيه دي يا جماعة؟ أوف أول أوف أول. عارف دي دليل على إيه؟ على إن المقارنة هنا بين واحد ومجموعة. الفيلم اللي شفناه الليلة اللي فاتت كان أكتر أقل فيلم إمتاعا من كل الأفلام اللي شفناها الشهر ده، ذا ليست، مقارنة بين واحد ومجموعة مفيش غيرها. ليست دي محتاجة ذا معاها، ودي محتاجة ذا قبلها، وهنا ماتش تعتبر مفيش مقارنة خالص. الموكب الذهبي اللي الفراعنه عملوه بتوع الفراعنه لما جينا ننقل، اصل المتحف المصري اتنقل من مكان لمكان، لما اتنقل نقلوا التماثيل، فعملوا زي عرض كده موكب وتصور وجاب مشاهدات وبتاع. الموكب الذهبي بتاع الفراعنه شايف ماجستيك دي معناها ساحر او رائع او خلاب. ايه الكلمه اللي بعدها؟ كده المقارنه بين كام؟ يبقى يا اما لس يا اما مور، واحده من دول. هو هنا ساحر، الموكب ده كان ساحر اكتر من اي موكب تاني، الناس استمتعت بمشاهدته في العالم كله، يبقى فار مور. مور ماجستيك يعني ايه؟ يعني اكثر سحرا، اكثر سحرا من اي عرض اخر. ايه دي يا جماعة؟ يبقى هنا المفروض اس برضو، بس اس مش موجودة، تبقى سو. يعني اس لو موجودة تنفع. ايه دي يا جماعة؟ يبقى لازم اس تاني اهي، اس بريشوس. بيقولك معظم المعادن الاخرى مش ثمينة زي الذهب. 27 دي كنت جايبها لكم في امتحان قبل كده. علي بيتكلم فرنش فرنساوي أسوأ من الانجليزي. فرنساوي النطق بتاعه عندكم بايظ، في مصر نطقه بايظ. تمام؟ بننطقه انجليزي. علي بيتكلم فرنش وورس ذان انجلش. أسوأ. واحد يقول لك طب انا ممكن، معلش، ممكن الولد ده يكون بيتكلم فرنش افضل من الانجليزي. ده فيو بيبل، عدد قليل قوي من الناس بتفهمه. اصل فيو دي يعني ايه؟ قليل خالص، يعني لو كلم 100 واحد يفهموا واحد او اثنين. ايه دي؟ حلو جدا، زين. يبقى لازم اي ار او مور او لس. مفيش غيرها، لس. اتاخد مننا وقت اقل عشان نوصل هناك. ندى 160 سم. اند سو از ساره، يعني ايه؟ وكذلك سارة، وكذلك سارة، وكذلك سارة. يبقى ده معناه نفس الطول. ندى از ذا سيم هايت از سارة الأولى، ذا سيم هايت. نمرة سي دي اللي اختارها أنا آسف جدا، يبقى حمار. أقول لك ليه؟ لأن ذا سيم يأتي بعدها اسم، هنا جاي صفة. انت فاهم يالا 30 بتقول ايه؟ عايز جملة من دول ما بتديش نفس المعنى، يعني جملة غلط. في ثلاثة صح وواحدة غلط. محدش أذكى من باسم في الفصل. هو هنا كتبها باسم وتحت كتبها بسام. كابتن بسام، كان بيجي مع الكابتن ماجد زمان.
محدش اذكى من باسم في الفصل، يبقى باسم المفروض ان هو اذكى واحد. الاولى دي باسم اذكى واحد، يبقى دي صح، مش عايزها، انا عايز واحده غلط. باسم اذكى من اي حد في الفصل، صح برضو. الاخيره مفيش حد في الفصل ذكي زي باسم، مفيش حد ذكي زي باسم في الفصل، صح. الغلط نمره سي، ان باسم ذكي زي العيال في الفصل، في نفس مستوى الذكاء بتاعهم، لا هو اعلى، هو اذكى منهم، يبقى نمره سي الغلط. مين اللي هيسال في دول حضرات في ال 30 جمله دول؟ ايه يا بنتي؟ برافو، ده سؤال مهم جدا 21 وما بيجيش في الامتحانات. طاير دي انت اخترتي ذا موست ولا ايه؟ ساتش ايه ياتي بعدها صفه واسم. هنا طاير دي صفه بس. يعني ينفع اقول ساتش ايه طاير دي مان، يعني راجل تعبان جدا. ساتش ياتي بعدها صفه واسم. هنا يا جماعه